طيب هنروح لسوبر سيدات الكره الطائره، سوبر سيدات السله. السله برضو الدوري هناك اسمه دوري السوبر زي كره اليد. طيب خلينا، لا قبل ما اروح للسيدات انا اسف، هنروح للرجال معلش، خلينا نتكلم على الرجال الاول بعد اذنكم عشان ناخدها بالترتيب زي ما احنا ماشيين. بكره عندنا مباراه مهمه جدا، استئناف السوبر لكره السله. الدوري كان اتوقف عشان الويندو الاخيره لكاس العالم، وكنا احنا اول الناس توقعنا صعود مصر لكاس العالم بان احنا نكسب مباراه واحده، والحمد لله ده تحقق والف مليون مبروك. الفرقه بقياده المستر اجوستي بوش اتجمعوا خلاص، ونادي الزمالك ايضا اتجمعوا. بكره مباراه عوده الدوري مره اخرى السوبر مع نادي الزمالك في المباراه الثالثه في الدور الثاني، يعني لعبنا الذهاب لسه دي العوده. الاهلي بيتصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطه من الفوز في كل الجولات، حتى الاتحاد السكندري لما جه ملعبنا فزنا عليه وكسبنا الزمالك هناك، والزمالك يجي في المركز الثالث ومعاه 19 نقطه في الفوز في 8 ماتشات والخساره في 3. الفرقتين لعبوا بعض الموسم ده 3 ماتشات الاهلي كسبهم. لعيبه الاهلي اللي شاركوا بشكل كبير وكان ليهم دور مؤثر في صعود منتخبنا لكاس العالم، واللي هيتلعب الصيف الجاي في اليابان والفلبين واندونيسيا في شهر 8 ان شاء الله. ومصر كانت غايبه بقى لها 9 سنوات عن هذا او هذه البطوله. الاربع لعيبه اللي شاركوا مع منتخب مصر سيف سمير، عمرو الجندي، عمر طارق، ايهاب امين. طيب نادي الزمالك عنده غيابات، نادي الزمالك عنده غيابات. كيجو لاعب السنتر لاعب نادي الزمالك قدم شكوى في اتحاد السله وفسخ عقده. فسخ عقده لانه على حسب شكوته يعني وعلى حسب اللي كلمه انه ما خدش فلوسه لفتره طويله فقدم شكوى، وده عقده ناصص على كده، ده الكلام اللي هو قاله انا بقول لكم يعني. وطلب للجنه شؤون اللاعبين في اتحاد السله طلب فسخ العقد، وتم فسخ العقد وانتقل لنادي الشمال القطري وبيلعب هناك كلاعب محترف، هو تاكد غيابه. مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر كان اصيب برباط الصليبي، وطبعا ربنا شفاه الحمد لله، ويعني نتمنى السلامه لكل اللاعبين. بيتمرن جماعي بس ما اعرفش الحقيقه اذا كان هيلعب بكره ولا لا. طيب النادي الاهلي وضعه انا الحقيقه يعني ما اعرفوش، وكمان ما نقدرش نتكلم عن وضع النادي الاهلي لانه النادي الاهلي اللي ليه الحق انه يعلن عن الاصابات او غير الاصابات هو النادي الاهلي. انا طبعا ليا صداقات مع لعيبه وعارف وبتاع، بس احنا ما نقدرش نتكلم عن وضع الفرقه لان دي بتبقى اسرار الفرقه، الفرقه هي اللي تعلن. بكره قبل المباراه واحنا في استوديو التحليل هنقول لحضراتكم مين اللي غايب ومين اللي في السكور ومين اللي مش في السكور، ولكن الجهاز الفني والاداري واللاعبين والنادي هو من حقه اللي يقول وضع الفرقه لو عايز يقول، انما احنا مش هينفع نقول وضع الفرقه، ولكن المعلومه اللي عندنا ان الكل جاهز. طيب في جديد ولا ما فيش جديد؟ الجهاز الفني والنادي الاهلي هو اللي يعلن الفرقه مين اللي هيكون اول ما يعلن عن 12 بكره النادي الاهلي احنا هنقول لحضراتكم مين ال 12 لاعب. عايز بس اوضح حاجه، ان الدوري السوبر هنا بيتحدد مراكز من الاول للثامن وبعد كده نبتدي الادوار الاقصائيه. الدوري يعني عايز بس اشيد بحاجه، احنا لما بنهاجم او بننتقد بنهاجم للمصلحه، ولكن انتظام بطولة الدوري والكأس والكأس السوبر وتحديد مواعيدهم قبل انطلاق الموسم كان من أنجح حاجات اللي عملتها لجنة المسابقات في اتحاد السلة بقيادة الكابتن أحمد كامل. ليه؟ أنت النهارده حطيت له جداول وعرفت الفرق دي مشاركة اللي راح بطولة عربية مين واللي راح بطولة أفريقية مين من بداية الموسم، ودي مش كيمياء. دي مش كيمياء، يعني إيه مش كيمياء؟ يعني الاتحادات كلها تقدر تعملها. فالنهارده الأجندة اللي حطها اتحاد السلة ماشية بالنص. الفرق هتستكمل مبارياتها، في توقف تاني هيكون بعد العيد مباشرة، يمكن آخر 10 أيام في رمضان هيبقى في توقف. ليه؟ عشان النادي الأهلي هيشارك في الباسكت بول أفريكان ليج. ومن هنا أنا بناشد جماهير النادي الأهلي إن شاء الله المباراة هتقام في مجمع الدكتور حسن مصطفى رابع أيام عيد الفطر المبارك، إن شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامة لهذا اليوم كلنا، ونكون يعني صمنا شهر رمضان وأدينا فرض الله سبحانه وتعالى. هنيجي رابع يوم رمضان، رابع يوم العيد المباريات. طبعا مفيش احلى من ان انت تعيد وسط جمهور النادي الاهلي، ده بالنسبه للعيبه، ومفيش احلى للجمهور انه يعيد رابع ايام العيد مع فرقه النادي الاهلي، فرقه كره السله اللي بقى لها بعيد عن بطوله افريقيا من 2016، احنا كنا حامل لقبها وبعد كده ما شاركناش. انا اسف، ولعبنا 2019، ولكن فرصه على ملعبنا، والنادي الاهلي تعاقد مع 2 اجانب، مع الاجنبي اللي موجود، مع الفرقه كلها كامله، انا عرفت كمان ال 12 لعيب، ولكن برضه ما بنعلنش لما النادي الاهلي يعلن. كل ده هيبقى حلو، فانا النهارده انا نفسي اروح احضر المباريات، وهتبقى الدنيا متنظمه وجميله، عايزين نوري كل افريقيا في كره السله ان جمهور النادي الاهلي بيملا الصاله وبيغني اغانيه الحلوه وبيأزر فرقته، هتبقى الحقيقه سهرات جميله جدا جدا، لان هم هيبقوا 5 مباريات.
ست فرق هيلعبوا كل فرقه 5 مباريات، هتبقى تابلو جميل جدا، هنستمتع لان كل فرقه جايه باجانب. انا بقول لكم الجو هيبقى حلو جدا، فان شاء الله بدعو جماهير النادي الاهلي العظيمه انها تستعد من دلوقتي ان شاء الله لهذا الكرنفال الكبير، عشان النادي الاهلي باذن الله يتاهل ويروح رواندا، وباذنك يا رب يرجعوا بكاس افريقيا ونلعب في بطوله العالم. يعني ان شاء الله عندنا طموحات كبيره مع هذا الفريق وجهازه الفني.